وضعك في الصورة غايتنا. ما مولا ما ديناش مونديال فارق تاعنا، صح الحمد لله يا ربي، سجعوا الجزائر وجابوا الجزائر والعالم يرفرف والحمد لله يا ربي. وما بين كما نقولوا اللاعب تاعنا الخضر كاين صوم ما بانوش كاين اللي طلعوا كاين اللي غايب على الصحه الفنيه وكاين صوم لي لا منتهى المونديال باسكو راك عارف للاسف شديد راهي هبطت المستوى. صح الجزائر احنا ماذا بينا تزيد تشرف الجزائر تزيد ماشي غير مونديال تزيد اكثر واكثر. احنا الجزائر تاعنا بلادنا وفيف لاجيري. وكم يحبوش الجزائر مالها كيفاش يتهلوا مقابل مصر الايران كما نقولوا مقابل كما نقولوا تانيك كاين بزاف الفارق تاعنا الحمد لله يا ربي ووفروا الجزائر وان شاء الله كاس الجمهوريه ان شاء الله يدوه بها ولا ماشي بها يدوه الفريق تاعنا، الفريق تاعنا وطني يلعبوا احسن لاعب ان شاء الله وان شاء الله نتمنى الخير ان شاء الله لبلادنا. واش فهمت شي حاجه؟ انا والله ما فهمت شي حاجه. اللي فهمت هي ديك اللعبه والحمد لله يا ربي، والفرق ديالنا فرق الجزائري كنبغيو يا ربي. واش بهاد الرجال هادو باغيين يحرروا فلسطين؟ الهضره ديالو حن من ديال الدريات، واللي كيقول لك هاد الناس راه عندهم العقل، قول له الله يعطيك انت براسك شي عقل. وهاد المشكل راه ماشي غير في واحد ولا جوج، هاد المشكل ديال الشذوذ الجنسي راه كثر وكثر بزاف، وعندي فيديوهات كثيره من هاد النوع ديالهم هما ديال قوز وقزاح، ولكن ما كنبغيش نمشي للامور الشخصيه ديال بنادم. اما هذا المشكل هذا راه هضرت عليه هذه شحال وقلت بانهم يعانيوا من ازمه رجال في المستقبل لان هذا الشيء كثر وكثر بزاف. وامثال الشيخ نانو وكيف ما سمعنا هذا السيد كيفاش كيهضر فراه عديد والعديد منهم خذوا هذا الطريق. ولكن الفيديو ديال اليوم مع حبيبنا عارف مشاكره اكبر سارح في العالم العربي اللي سرح شعب على قده منذ نهايه المباراه ديال الجزائر والكاميرون ومازال خارج بوجه احمر وقاومنا ودرنا وهادشي اللي درناه حنا ما ديروش الدول كبيره ما ديروش وقفنا وجاهدنا والشهداء اللي تقاتلوا على هاد البلاد هزينا لهم راسهم في العالم والعالم عارف شنو درنا. دابا هادي اللي كتضحكني انا كيقولها ويعاودها العالم عارف شنو درنا. اش درتي يا وهم؟ اللي درتي هو انك سرحتي واحد الشعب بالمقابل الادله الضامغه ما بان منها والو. اللي درتي هو انك خرجتي غنيه جيتي قدام مقر الفيفا وجبتي ميلفاي وخرجتي غنيه تما وجامع معاك ربعه ديال الحماق وسارحا في ذاك الشعب المسكين اللي قال لك كيساين بانهم يحيدوا الكاميرون وغادي يديروا الجزائر. فما نطولش عليكم بغيتكم تدعموا هذا الفيديو بشكل كبير لان ما يمكنش ما تسمعش عارف مشاخره كيهضر وما تضحكش خصوصا العالم يعترف بما فعلناه والعالم عارف شنو درنا وشنو قدمنا للجزائر. فخليكم مع الفيديو نتمنى تفاعلوا معه بشكل كبير ما تنساوش تدعمونا بلايك. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. السلام عليكم خوتي مرحبا بكم كامل وين كنتم وين موجدتم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو ما نشرح نطول فيه بزاف برك باش تحصيل حاصل. للأسف كانت هذا هو يعني معينا معيا مش معيا الناس بزاف جزائريين كامل يطولوا في الأمل وكل يوم نقولوا نستناو في المعجزة اللي راح تكون المعجزة هذه السنين للأسف الرجال ما كانش. نقول لكم صراحة ما كانش رجال في الجزائر و يعني فريمون أنا جو سوي تري ديسو لأنه كان عندي أمل بلي راهو ما نهدرش يعني في كان مجالات يعني في المجال هذا تاع السبور والمسؤولين تاع السبور فريمون زاد اليوم ما زاد طينا بالله. كم شفتوا اليوم الفيديو اللي دار ضجة كبيرة اليوم تاع محمد إدريسو لو جوار كاميروني راح خرج اليوم ويهضر فضيحة من العيار ثقيل. لا ماتش لا اشيتي. بون ما يعني فريمون خاوتي سامحوني باسكو راني هذا وين كنت كونغري برك راني هذا وراني خدام تما ومانيش غير قاعد لهاد الصوالح هذوما. حنايا راح نقولها الجزائريين كامل الناس اللي تبعوا فينا كاين الناس في ناس تسبوا سي ناس ما ديسو تفاصو معروفه راكم معروفين الجزائريين المكتري كاين الحرار وكاين الشرفاء وكاين الرجال وكاين ناس الشهداء اللي ماتوا على لاجيري الشهداء ماتوا في الثوره مدوا دمهم ودركا نسمعوا نشوفوا في الهيشر يسبوا فيهم ويطعنوا فيهم ومنا
انا الحمد لله انا العبد الضعيف، الشيء اللي درته انا واللي معايا دولة تاعكم ما دارتوش، دول ما داروش، والحمد لله. يعني كاين ناس اللي راهي مستعرفه واش درنا واش فضحنا واش قلنا، هضرنا على رشوه. اليوم جا جوار اللي فضحهم، تسمو واحد ما خرج ني زفزاف ني لافاف، هذه ني لافاف اللي قبلها ني حاجه، بدير والو. هنا ما يؤكد باللي راهم مشاركين في الجريمه، هذه تاكيد كبير باللي راهم مشاركين في الجريمه بصراحه. يعني اليوم واش قال محمد ادريسو، يعني اثبت باللي راكم نقولها لكم ماكمش رجال. واحد ما تحرك، واحد ما دار حاجه، لانه الان اثبتتم باللي راكم كامل كومبليس، ولا استثني حد، ما لا استثني اي واحد. برك الشعب الجزائري راه نقول له عارف مشاكره، واللي معاه حنا اللي نوضنا افير تاع الرشوه، وراه شهد شاهد من اليم. اما الناس اللي راهي تسب، خلينا من الذباب تاع المخزن، وخلينا من الذباب تاع المغاربه اللي يدخلوا ويعلقوا ويسبوا مسيلمه ومنا، مهم اثبتنا او جا من عقر دارهم اللي قالها لهم، واللي هضرنا عليهم واللي حلفنا عليهم الادله نعتناهم قدام خطره غير البغال، والله يشر ما زالوا يقولوا باللي راهو برك. انا والله ما يهمني حاجه، تهمني انني اثبت للشرفاء واثبتنا. واليوم محمد ادريسو الشهاده نتاعو عطات الحق الكامل الناس اللي كانت تروح لزيريخ، اللي شوف كامل نهضر على الشرفاء شينوا وصوفيا، الله يطلق صراحه صوفيا نورمالمون قال لك بالجمعه تخرج، رانا والله مام اللي ينتقدوها ولا يسبوها، والله امراه مشجعات تحب البلاد فيها وعليها عيوبها، مصح ارجل من ملايين فيكم، امراه ارجل من ملايين والاف فيكم، واللي يحب يسب واللي يحب يقول واش يقول، ربي يطلق صراحه راهي راحت باسكو نورمال كل واحد واش راهو يخمم. مهم تحيه ثاني كل خويا هشام العارضه والشينو والجماعه كامله وجماعه تاع لوكسمبور وكل كامل جماعه ليون ومولوز مي اثبتتم باللي راكم خوانا ولاد الحركه مازالوا بيناتنا. والشي اللي درناه انا برك نهضر مع خاوتي برك الجزائريين، عارف مشاكله واش دار، انا نوضت الحياه ديجا اني رفعت لكم راسكم في العالم. الشي اللي درته لكم انا والجماعه اللي معايا خاوتي اللي معايا رفعت لكم راسكم في العالم. شو ما يضحكوش عليكم الناس يقولوكم خسرتوا، نورمال العالم كامل راكم يقولوا خسرتوا بالرشوه وخسرتوا لعبوا عليكم ومشي حق عليهم وكل شيء. ديجا هذه انجاز نورمالمون تنحاني وليه، لكن نكارين، انا قلتكم شعب نكار معروف، لكن حنا ما نضربوش على هذوك النكارين، نضربوا على الرجال، لانه كاين ناس طيبين وجزائريين احرار وشرفاء. وكذلك انا قلت لك تذكروا برك شهداء ماتوا على البلاد، واش تعيشوا مسقلين كانوا يغتصبوا في يقتلوا فينا ويغتصبوا في نسانا ويذبحوا فيهم، وراكم الان تسبوا فيهم. ما نذكرش الاسماء الكثير، شهداء وين كي عارف العبد الضعيف. انا لا انتظر لا جزيل ولا شكر، فقط انا خدمتي خدمتها، والتاريخ سيثبت واثبت اليوم باللي راهي الرشوه كاينه حقيقيه. لكن السؤال مطروح للزفزاف وجماعه الفاف وجماعه لا عباك، غير هذه ديكلاراسيون تاعو برك عباك الدنيا كامله هزتها، الاونز مونديال ار ام سي، شوف يعني كثر خير القنوات الجزائريه اللي داروا اليوم البلاد شروق النهار ودخلوا في الجو الهفافه، وانا على بالنا بها جماعه الخونه خلينا منهم. واحد لا هضر يعني واحد لا تحرك ويزيد يخرج عبود يقول لك ما ريبونداو الناس وساكتين وفوتوها. خاوتي الجزائريين عارف مشاكره اللي عليه داروا، اللي يحب يسب اللي يحب ما يسب يسبش، لكن تيقنوا وهذه حقيقه، هذه حقيقه 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 حقيقه. فرنسا ما قعدتش 130 سنه باطل في الجزائر، الخيانه عندنا. واحد لا خرج هضره تاع رجال، يا خرج زفزاف ولا مسؤول تاع الفاف قال لا رانا درنا دوسي خاوي راه باعوه، كان جماعه باعوا لافير، ولا الفيفا حقرتنا لاننا ما حناش رجال، قال ما حناش رجال نورمال، وهذه على بالهم بها الجزائريين اللي راكم ماكمش رجال، والله ماكم رجال. باسكو الشيء اللي درناه كامل الحمد لله درناه، استرجعنا شرفنا والعالم كامل على باله، وما كانش واحد
ماهوش مستعرف باللي راه الكاميرون حتى جوار محمد ادريس او سي با جورناليست كاميروني ولا جورناليست مصري ولا تحيه لمصاروه الرجاله. والله شكرا الاخوه المصريين دكتور ابراهيم واخي الصادق وكلهم يعني الناس اللي راهي يعني فريمو حتى من الفيدراليه تاع مصر احييهم. مصر مش من اليوم حتى في وقت الثوره المصاروه كانوا واقفين في وقت الثوره بينما كانوا جزائريين حركه ركبوا حركه كيما الان بعد نفس التاريخ ويعيدوا نفسه. اذا يا اولاد الحركه راكم ما تقدروش تحبسونا ولا توقفونا، نحن اسود لا نستسلم. مهم ربحنا المعركه ما من حرب الجزائر ما طلعتش للمونديال شوف ما يهمنيش، مهم تكشفتوا كامل والصراحه بانت والحقيقه بانت للجزائريين باللي راكم خوانا وبعتوا لافير. وزاد هدايا كلمه نورمالمون يا زفزاف ولا يا شبه الرجال لي في الجزائر المسؤولين، انا ما نكذبش عليكم من الجزائريين كنت مع كونتاكت مع الناس والله مش نيمبورت كي ناس مسؤولين كبار جدا ليس في المصالح الامنيه، ناس مستشارين ومننا ومننا وقاويين تاع الصح. اصبر ما تفضحوش اصبر، تبعنا تبعنا الكذاب الباب الدار. ايا في الاخير الخلاصه اني جاوب رواحكم برواحكم او كل شيء بان، حنا اللي علينا درناه واجبنا درناه ونقابلوا الرجال في الميدان وقابلنا الرجال ورحنا وبرهنا العالم اللي جامي تبقى في التاريخ الشيء اللي درناه واحد ما قدر يديره. واي واحد الان ما يقدرش تسول له نفسه انه يدنا لزاجيريا يدير الف حساب اي حاكم افريقي اي حاجه. وخاوتي نزيد نكون كونفيرمي لكم باللي راهي فيها نيغوسياسيون تاع لا كوب دافريك والتنظيم والكاس والايام بيننا. وخليني محبش نهضر لكم على الازلام تاع الامارات والحروب راكم شفتوها في غير الله غالب جزائري ما يفهمش يقول لكم واش دخل الامارات واش دخل اسرائيل. دين الله يشوف في ايطو هضرت عليه اليوم بعد اسبوع راح الفيدرال راح الامارات راح لدبي قبل الاتحاديه كاين اللي فهموا وحللوها وكانوا زاد راح لتل ابيب. وبصح كيقول لك جماعه ما دخلش البوليتيك ما على بالهمش بلي راهي كلش بوليتيك كلش خيانه كلش حركه كلش باعوها وخاونا. المهم تحياتي لكل جزائريين الشرفاء الشيء اللي درناه نفتخروا به والتاريخ يفتخر به. انت انا احنا على الاقل درنا. شوف انت يا اللي قاعد في الكرسي تاعك ورا الاورديناتور اللي راك تكريتيكي مقله ما درتيهاش، حنا على الاقل جاهدنا واجتهدنا وربي راه شاهد واش درنا. ربي راه شاهد رمضان جوع شر وشمنطر زوريخ من كل بلاصه من المانيا جاو من كل بلاصه جاو حتى من انجلترا جاو من الدنيا كامل. انت واش درت؟ حنا على الاقل شفنا منكر حاولنا نغيروه بلساننا ويدنا وقلبنا وكل شيء. شوفوا انتوما اللي تدخلوا تكريتيكيو وتهضروا في الرجال وموجودين غير في المواقع. انا ما نهضرش على الذباب تاع المخزن اللي يدخل بالالاف ويسب الحسابات تاع اللي يخليهم غير تدخل برك تدخل الحساب نتاعو وتفهم تلقى حتى هضرته يقول لك دابه ومنا تثق له ثمثم باللي راهو مخزاني. لكن الان خلاصه القول اقولها بالفم المليان، اذا كان ما تحركتش لافاف بهذه الديكلاراسيون الفيديو تاع هذا اللي دارها محمد ادريسو اقسم بالله يعني تثبتوا الجزائريين بلي راكم على بالهم دو فاسون الجزائريين بلي راكم بعتوا لافير. وثبتنا وقلنا وهدرنا ونعتنا غير واحد يقول كرة الادله حنا نضلوا نعتوا في الفيديو وفي التسجيلات وفي الامور هو يقول لك والو. المهم عارف مشاكره واللي معايا كامل محناش مخولين فلافاف ولا مسؤولين، حنا الشيء اللي درناه درناه من جهة الإعلام من جهة الشرف والكرامة تاع الجزائريين وهذا واجبنا وما نحتاج عليه لا شكر ولا جزيل. الناس راحت بصواردها بجيوبها مش جماعة اللي يصرفوا عليهم كي جماعة ولا نستناو الطلبة يصرفوا علينا والحمد لله مكفيين وما حناش محتاجين، ما حناش من المرتزقة اللي معروفين. المهم نحن موجودين على الأرض وهذه الجزائريين أحيي كل الشرفاء. وراكم شفتوا لي ديكلاراسيون تاع محمد ادريسو الخاونه انتوما انا والله ملوم ايطو ايطو من حقه يدافع على بلاده ويدير اي حاجه باش يطلع بلاده اللي تغيظك لي زالجيريان الجزائريين الخاونه اللي باعوا لافير عندنا هذه هي المشكله. طعنه تجي من عندنا باعوها يا علي باعوها يا علي باعوها يا علي
عارف مشاكرة واللي معايا درنا اللي اقسم بالله يا الشي اللي درناه والله بملاير ما يديروه ونتحدى اي واحد. شوف راهي صوفيا راح حتى لاكومبي وراهي في السيشن واحد لا يهضر عليها نورمال وكاين حتى اللي يسبوا مصان. واش راح نقول لك واش راح نقولك شو هذا وين راح تبان صوفيا ولا يبان فلان ولا يبان فلان ولا يبان فلان. على الاقل دير انت سي دير غير حاجه برك اللي تكريتيكي غير دير حاجه برك ونتبعوك دير برك قاعد كي متفرج من هي وزيد تكريتيكي وهيشر من الصحه. فرنسا ما قعدتش 130 سنه باطل. السلام عليكم والحديث قياس. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. خلوا لي الراي ديالكم في التعليقات ما تبخلوش عليا بالراي ديالكم. الناس مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا يفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا. كيف العاده نشوفوا فيديو جديد وديما مغرب.